مساء الخير يا دكتور، أخبار حضرتك؟ مساء الخير يا دكاترة، مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. يعني مع حضرتك آلاء قنديل، مسؤولة لجنة الصحة العامة في إيبس أف بني سويف. فيعني إحنا مبسوطين الأول بإن حضرتك معانا، وأم عظيمة يعني حولت قصة بنتها لحملة إنسانية لسه بنسمع عنها لحد دلوقتي. وكل ما بقرأ أو بسمع حاجة فحقيقي أنا بكون فخورة بحضرتك جدا، فأهلا بحضرتك مرة تانية. ويعني حابة أن حضرتك تكوني بتعرفي الناس حضرتك أكتر. شكرا جدا يا دكتور آلاء. انا يعني مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده، وفخوره بمجهودكم توورد الداون سيندروم والتوعيه عن متلازمه داون، ومبسوطه بالتقدمه دي. يعني ربنا يجعلنا عند حسن الظن. انا اسمي علياء احمد، وانا صيدلانيه بالاساس، اخصائي اول تغذيه علاجيه 4 سنين، 57 3 57، ومحاضر زائر في كلية الصيدلة جامعة طنطا، في دبلوم التغذية العلاجية كمان في الرعاية الصحية. أنا مين؟ أنا مامي بدوام كامل لصوفي، سر الترانسفورميشن يعني والتغيير، وسبب التطور إذا عندي أو إذا في العالم، أو أنا شايفة كده يعني بتواضع شديد، لأنه هي جاية بنور كبير يعني، مش بس بمتلازمة داون يعني. طيب أهلا بحضرتك يا دكتور، أنا مبسوطة جدا تاني. طيب إحنا في دورنا في لجنة الصحة العامة إحنا بنحتفل بأيام الصحة العالمية، واللي كان امبارح يوم 21 اليوم العالمي لذوي المتلازمة. فحبينا إن إحنا نكون بنحتفل بشكل مختلف شوية، وإن إحنا نجيب مثال من المجتمع حي وله دور فعال في الحاجة دي. وما لقيناش أكتر من حضرتك تشاركينا الكامبين اللي اتعملت في 2016، كامبين متلازمة مش أزمة. فحابين نعرف عنها أكتر، الفكرة جت منين، إحنا وصلنا لحد فين وحققنا إيه. صحيح فاتفضلي. صحيح كده. يعني الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة ليه فضل كبير على حياتي وحياة بنتي وحياة كتير من الأطفال من ذوي متلازمة داون، لأنه كان واحد من عوامد الدعم النفسي والإنساني في 2016 لما ولدت صوفي، وكلمت بورد الاتحاد المصري، بما اني اي بي سافر زمان بقى خالص، يعني عشان نقول من سنه كام عشان التواريخ دي بتحرج الستات. لكن الاتحاد المصري كان ويلكمينج جدا، وكان سبورتيف جدا. افتكر جدا ان دكتور مختار كان رئيس لجنه الصحه العامه ساعتها، قال لي لا انا معاكي تماما، ويلا وهنعمل فند ريزنج وهنعمل بلاننج وهننزل ال 31 جامعه. وكان في ريسبونس داعم من ناس قابلتهم فيس تو فيس، وناس كلموني في التليفون، وناس ما قابلتهمش ابدا لكن قلوبنا اتقابلت يعني بالنور وبالمعرفه اللي اضافوها لمحافظاتهم وللقرى اللي جنبهم والنوادي والمدارس. الحملة كانت في 2016، فهي من عمر يعني من عمر صوفي. صوفي اتولدت 2015، وبعد كام شهر كنا بادئين الحملة. فعملنا ده السنة الأولانية، كان اسمها ارتقي مع ذوي متلازمة داون. تاني وتالت سنة بقى اسمها متلازمة مش أزمة، وانضم لنا فيها الجمعيات العلمية في كلية الطب في كذا جامعة، وكان طبعا صداها اكبر، وعشان كده متلازمه مش ازمه هو الاسم الرنان اكتر من اب داون، لانه قعد كذا سنه، وعشان كان الكونتريبيوشن من اكتر من كليه. ايفن كليه التربيه في طنطا، قسم التربيه الخاصه، كانوا منضمين للحمله في السنه الثالثه في 2018. بعد كده احنا يعني احنا لغايه دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا فعلا عند لغايه 2018 كانت في حملات سنويه بتحصل. 2019 و2020 السنتين اللي قبل الكورونا، بعض الكليات فضلت مثبته الداون سيندروم از بارت اوف الاجنده، لكن احنا كامهات او انا كام يعني في منطقه الدلتا،
بعمل كل يعني كل فترات تقريبا كل كوارتر، يعني كل 3 أو 4 شهور بيتعمل ورشة دعم كبيرة في الدلتا، بتبقى أمهات من الأكبر يعني أولياء أمور عامة، مش أمهات بس، أمهات وأبهات، لأن أنا قابلت أبهات جدعان جدا مع أولادهم. بنعمل ورش دعم ونوليدج شيرنج من الأمهات الأكبر والأصغر، وبيشترك فيها كل مرة بيبقى الورشة ليها تيم معين، فبيكون معانا أخصائي مثلا تنمية مهارات، تخاطب، رياضة معدلة، علاج طبيعي، دكاترة مخ وأعصاب، دكاترة تغذية، دكاترة أطفال، توك تولز وأورال موتورز، يعني كل ده بيبقى موجود معانا كل مرة ثيم معين، وبيكون مشترك معانا حد بيتبرع بأنه يدلنا المعرفة الحقيقية، وبعد كده بنعمل ورش مشاركة ما بين الأمهات، ومين وايل بيبقى حاصل أنه الأوضة الثانية دايماً أو الأوضة الثالثة بيبقى فيها مكان لتنمية المهارات للولاد في الوقت ده، عشان ما نسيبش ولادنا في البيت أو نهرب منهم أو كذا. حلو قوي، يعني انا مبسوطه بجد وانا بسمع كل كلمه دلوقتي، فيعني شكرا انه الكلام ده مستمر لحد دلوقتي في ورش العمل والمجهود مع الامهات او باباتهم يعني او الاطفال نفسهم، فشكرا جدا. وانا يعني ارتقي مع ذوي المتلازمه، انا دايما لابسه البريسلت دي وانا بحبها قوي. طيب يعني الورش، فيعني أكيد بتكون متاحة لعدد الناس ممكن اللي قريبين من الريجن دي، فحابين دكتور علياء تكلمنا في لمحة بسيطة كده، لو في بيت عنده حد جميل من ذوي المتلازمة، إزاي هو يكون بيتعامل معاه ويقدر يطلع القوات الخارقة اللي جواه، يعني يكون بيتعامل معاهم بشكل إزاي؟ دكتور آلاء، السؤال ده مهم قوي، وأنا يعني كل مرة بتسأله بكون كبرت سنة أو بكون مريت في رحلتي مع صوفي بحاجة جديدة، فببقى اتعلمت درس جديد، وببقى محتاجة دايما أقوله للأمهات وللأبهات، علشان أو حتى الإخوات اللي بيساعدوا إخواتهم من ذوي متلازمة داون أو الأخصائيين أو مقدمي الرعاية الصحية، إذا صيادلة أو أطباء أو تمريض أو أطباء أسنان أو أطباء علاج طبيعي، علشان اللي فاتني يعني واللي فات صوفي لما بيتحقق في ناس تانية وبيتحقق مع أطفال تانية، أنا بحس إنه ده يعني عودته عليا أكبر، كأن دول كلهم ولادي يعني. فاللي اتعلمته كويس إنه مفيش مشكلة خالص من التروما الأولانية ومن الصدمة الأولانية، مفيش مشكلة يا بابي ويا مامي إنك حاسة إنه الموضوع كبير عليا وأنا خايف على ابني، أو هيبقى إزاي، أو هيروح المدرسة، طب هيعرف ياكل لوحده، هيعرف يتعلم لوحده، طب هو هيبقى بيمشي لوحده، هيحتاج حد طول الوقت يراعيه. كل الأسئلة دي valid ومن حقك ومن حقك جدا، كل العياط اللي في الأول من حقك ومن حقك جدا. اللي مش من حقنا ان احنا نفضل واقعين هناك ونضيع عمر الطفل ده، يعني من حقنا نحس بمشاعرنا ونطلعها ونعبر عنها، لكن مش من حقنا ان احنا ندفعه معانا التمن دوت. فيعني اتمنى من قلبي يعني انه الناس تبقى يعني على قد ما تعيط وتتصدم، على قد ما تشوف النور اللي جاي لها. يعني في أب كاهن قال جملة مهمة جدا وإحنا كنا بنعمل معاهم ورش للأطفال في القرى، قال: عندما يريد الله أن ينفذ أمرا يخلق طفلا. فاعرف إنه الروح اللي جات لك دي رسالة من ربنا ليك ونور جديد في حياتك، في حاجة مهمة عندك قبل عند الطفل محتاجة تطلع للدنيا، في قوة وفي نور وفي معرفة في قلبك انت بس اللي تعرف تعملها، انت يا بابي يا محاسب يا اللي في المكان الفلاني وحدش يسمع عنك اي حاجة، انت عندك حاجة ما رسالة قوية جدا، وربنا جايب لك الطفل ده عشان يبقى النور اللي بيحط سبوت عليك قبل عليه. ايه بقى التاني؟ افرح قوي بنعمه ربنا دي، افرح قوي بالطفل ده، لانه الفرح بيجي معاه البركه والوفره والوسع والشوف. يعني لما بنفرح بولادنا بنشوفهم ابطال حقيقي زي ما انتي قلتي، خارقين، لانه
يعني انا عارفه انه يعني انا مش اكتر شخص يعني ينفع يتكلم عن ربنا او عن التدين، لكن عارفه انه ما دام ربنا نفخ فينا من روحه فاحنا فينا حاجه يعني منوره قوي وجميله قوي وتستحق انها تطلع. فما تتخيلش ان الطفل اللي عنده متلازمه داون المختلف عنك ب 47 كروموزوم اقل، مستحيل، ده يعني مختلف لأنه عنده حتة هيضيفها للكون أنت مش هتقدر تضيفها من غيره، ومش هتقدر تعملها من غيره، ورسالتك أنت شخصيا مش هتقدر تتم إلا بيه. ففرحة بقى، يعني إحنا عايزين برضو نحس إن هما فعلا زي ما بيتقال ببساطة كده، يعني صحيح إحنا بنستخدمها باد يوز بس هي بركة في البيت، يعني نقر البركة فعلا بقى كده، ونشوف البركة اللي فيهم، نشوف القدرات اللي عندهم، نشوف شغفهم للتعلم، نشوف قدرتهم على الإضافة، يعني قدرتهم المختلفة على الإضافة وبهجتهم بالتعلم. أنا شفت أطفال كتير جدا شهور من ذوي متلازمة داون، وولاد كبيرة جدا، عشان برضو احنا عندنا المث بتاعت انه هو بيكبر وعمره 9 سنين، عمره العقلي 7 سنين، نسمع احنا الكلام الجميل ده ده مش حقيقي خالص. انت ممكن تقعد مع ولد او بنت عندها متلازمة داون 23 سنة و24 سنة وعايزة تدخل كلية تانية بعد اللي هي خلصتها، وعايز يعمل دبلوم مش عارف ايه، وعايز يروح يتعلم تصوير، وعايز يتعلم يرسم. فبالعكس هم بيحتفظوا بحاجة مش عندنا احنا، وهي رغبتهم في التعلم وفي تحدي نفسهم من جديد. احنا بعد شويه بنتسيستم يعني، فاهم، انا شاطر في الرياضه ومش شاطر في الدراسات فمش هدو باشن للدراسات، هم لا، يعني هم عندهم الايموشنال انتليجنس بتاع انه انا جربت ده وغلطت فيه، ما بيقولوش اللي هو بيقولوا عليه ايه، الياس المتعلم اللي احنا بنتعلمه بالتكرار ده بالروتين، they are not. فthey are more smarter than us in يعني في بعض الحاجات. فاحنا محتاجين نقر ده، يعني محتاجين نقر ان احنا كمان عندنا حاجات اقل وحاجات احسن، فمحتاجين نقر ان اختلافهم ده في حاجات احسن من عندنا، ومحتاجين نتعلمها، ومحتاجين نسبورت، نقول لهم يلا. يعني هم مش مستنين على فكرة حاجة اكتر من برامج التدخل المبكر وحد يصدق فيهم ويثق فيهم، مش مستنين اكتر من كده. اي بقى تعامل بشفقه، واصلي يا عيني واصلي يا قلبي، ونقعد نروح دور الضحيه ده، يعني مش هيساعدك، يعني يا بابي ويا مامي مش هيساعدك خالص، ومش هيساعد الطفل ابدا، يعني ده ما بيساعدش خالص. من كل التجارب اللي حواليا ومن مئات الاطفال اللي انا قابلتهم ومن مئات الاسر اللي فتحوا لي بيوتهم، ما بيساعدش. اللي بيساعد فعلا انك تصدق ان انت عندك حاجه حقيقيه وربنا عامل ده عشانك، وتصدق ان الطفل ده عنده حاجه اضافه مش هتشوفها غير عنده، فاحتاج تصدق دوت وتباور، يعني تامباور هم، تقول له يلا جو اون. يعني احنا بنتعلم والله من حضرتك ومنكم كلكم الصبر والقوة وكل الحاجات الجميلة اللي حضرتك ذكرتيها دي، فشكرا. كنت بس حابة أعرف أكتر عن برامج التدخل المبكر، يعني هل هي ده معناه اللي حضرتك شرحتيه إن احنا نكون بنكتشفهم من بدري وبنشجعهم وهكذا، ولا هو ليه سيستم معين مثلا؟ برامج التدخل هي بروتوكولات للدعم النفسي والعضوي والصحي للأطفال، تبدأ من الكشف الطبي الكامل، لأنه سندروم يعني مجموعة أعراض مع بعض، فأولادنا معرضين أكتر من الطفل العادي في أول إنه يبقى بيبي، 52% منهم إنه يبقى عندهم مشاكل كبيرة في القلب فبيحتاجوا تدخلات مبكرة كارديو، بيبقى عندهم مشاكل كبيرة في الغدة الدرقية في معظم الحالات فبيبقى محتاجين تدخل مبكر غدة، فالكشف المبكر وكمان عمليات التدخل المبكر اللي تخص تنمية المهارات وتنمية المهارات العقلية، أقصد ده بالتحديد، لأنه إحنا عندنا مشكلة أساساً في الكروموزوم الزائد ده إنه عليه مجموعة جينات شغالة، فبما إنها شغالة فهي عاملة زي الكمبيوتر اللي شايل بروسيسنج سيستم أتقل منه، فعلى ما بتوصل الإشارة العقلية بيبقى اتأخرت، سو إحنا بنحس إن هما متأخرين.
وده بيكون one of the reasons يعني. بلس انه عمليات الاكسده الدايمه اللي بتحصل في جسمهم بتبقى اعلى طبعا، لانه عندهم كروموزوم كامل زياده، وعشان كده بيعجز يعني الخلايا بتاعتهم بتعجز بدري، وبيبقوا عرضه لامراض اكتر مننا في وجهازهم المناعي بيبقى اضعف شويه من الطفل العادي او قارينه في نفس السن. فاحنا بنبقى محتاجين نشوف مضادات الاكسده اللي هو محتاجها، بعض النيوتريشن سبلمنت يعني اللي بيحتاجها، في حاجات ديزايند اوريدي موجوده في يعني بقى لها اكتر من حاجه وعشرين سنه موجودين والناس بتستعملها في كل دول العالم، بلس بقى الحاجات النفسيه دي. لكن يعني انا لا انسى احد الامهات اللي ابنها في الجامعه دلوقتي، لما اتكلمت معاها في مره وبقول لها يعني بنوتي كانت لسه 7 8 شهور، قلت لها يعني ايه يعني اهم حاجه في العلاج، يعني انا اروح ادي الدواء الفلاني ولا ادي الدواء العلاني، اروح لدكتور العلاج الطبيعي العلاني ولا الفلاني، فقالت لي اهم حاجه في العلاج الحب. طيب يعني فبرامج التدخل المبكر التاني عشان يعني to conclude التشيك اب الصحي ضروري، العلاج الطبيعي ضروري جدا عشان الهايبوتونيا، برامج تنمية المهارات والتخاطب والاسسمنت او التقييم لدوت مهم جدا جدا جدا. جميل قوي. طيب يعني انا ما كنتش حابة ان احنا نوصل للنهاية بجد، وما كنتش حابة برضو ان انا اكون بطول على حضرتك، فيعني انا بشكر صوفي وبشكر دكتور علياء اللي هما السبب في اللحظة اللي انا فيها دلوقتي دي، بشكر كل حد عنده حد ذوي متلازمة داون، واحنا بجد فخورين بيكم كلكم وبنتعلم منكم حاجات كتير جدا. يعني مش عارفة أكون بشكرك بأي صيغة بجد، فشكرا لحضرتك يا دكتور. أنا كمان ممتنة ليك يا دكتور آلاء، وممتنة للاتحاد المصري، وممتنة لكلية الصيدلة جامعة بني سويف إنها بتدعمنا في رحلتنا، وفي القيمة الإنسانية اللي بنأكد عليها دايماً إنه الاختلاف هو الأصل في الحاجات، مش إن إحنا كلنا لون واحد ولا شكل واحد. فيعني شكراً قوي إنكم بتحتفوا معانا بالاختلاف. شكراً. شكرا جدا يا دكتور، شكرا. دكتور آلاء، ميرسي جدا للفرصة دي، شكرا، سلام عليكم.